لو بعد لو يلا الحمد لله ان امي ما ضربتنيش النار قاعد العب والله والله لو كان ابوي اقسم لا ينفخ الحمد لله يا رب انت حافظ معاك سماعات ولا معاك انا ايه مو ده اهدى يا مو ده عشان عايز اعرف اسمعه يعني صوتك واطي قوي هو انت معاك سماعات ولا بتتكلم من الاكس بوكس كده عادي ده احمد تابع ايه سماعات بعيدة كده ليه لا بقول لك انا وطي الصوت ايوه كده كويس كده كويس ادهب انت صوتك عالي عشان تعرف تسمعوني سبع دقايق كل طاقة سبع دقايق بالله بتخربوا بالله جماعة بص ايديكوا بص ايديكوا بالله عليك يبوظوا لا خلصت التحديات خلصت نصها لا قتلوني قتلوني بعدك بعدك عادي عادي ما تخافش مش عايزهم يقتلوني يا امي قدامي شيلد قدامي شيلد اللي ضده ايوه انا رحت الفزعة ايه يا ولاد الكلب سيبوني اهدى بالله عليك اهدى انا نو والله شكلك نو لا يا اسطى بيعرف يلعب والله مين ده خلي تنزل وان في وان انا بقالي شهر ما بلعبش عايز انزل لحد وان في وان انت بتقول ان هو نو تنزل تشوفه سوا الله يا ادهم يا محامي انت بقول لك بقى لي شهر ما بلعبش الله يا ادهم يا محامي انت بعدين النوب نوب في افكاره مش نوب في لعبه ايه ده بس هلا انت مركب كده سعودي ايه ادهم ايه انت لابس هاند فري ولا فضحني زي كالعاده لا هاند فري ما تخافش ولا اي هاند فري كبيرة عارفها الهيدفون قصدك قصدك هيدفون مش هاند فري